موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. حشدت هيئة تحرير الشام قوة عسكرية تابعة لها في بلدة معرة النعسان بريف إدلب الشمالي في محاولة جديدة منها لافتتاح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيا أسد، وسط غضب شعبي ورفض بين المدنيين في المناطق المحررة. هذا وخرج متظاهرون من أهالي منطقة معرة النعسان ومحيطها ووقفوا بالقرب من بلدة شلخ على الطريق المؤدي إلى بلدة معرة النعسان احتجاجا ورفضا منهم على افتتاح المعبر، كما قطعوا ظهر اليوم الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز لمنع فتح معبر تجاري فيها. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على المتورط بتنفيذ تفجير مدينة عفرين شمال حلب من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأدى الانفجار إلى مقتل 52 شخصا قضوا معظمهم حرقا من بينهم أطفال، كما أصيب العشرات من المدنيين جراء الانفجار الذي ضرب سوقا شعبية وسط مدينة عفرين، فيما تتجه أصابع الاتهام لميليشيا قسد التي تواصل إرسال المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين في مناطق نبع السلام ودرع الفرات وقصن الزيتون. طالبت واشنطن مجلس الأمن الدولي بضرورة النظر الفوري في كيفية تسهيل إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى كل أنحاء سوريا. وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت خلال جلسة عقدها المجلس حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، قالت إن منع تدفق المساعدات بهذه اللحظة الخطيرة من شأنه أن يتحدى المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر ميليشيا حزب الله الإرهابي على أراضيها وعدته منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري. تزامن ذلك مع اعتقال السلطات الألمانية أعضاء يشتبهوا بانتمائهم لحزب الله التي يتوقع أن يصل عدد منتسبيه في ألمانيا لنحو 1050 شخصا. يذكر أن تقارير ألمانية حذرت من خطورة أنشطة حزب الله في ألمانيا، وأكدت أنه الحزب أو أن الحزب يحرك عملائه في الولايات الألمانية لتجنيد الأشخاص ولجمع التبرعات. دانت منظمة Human Rights Watch استخدام الجيش اللبناني للقوة ضد المتظاهرين. وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة وغير المبررة، وهو ما أدى إلى مقتل متظاهر وسقوط عدد من المصابين. وأضافت Human Rights Watch أنه على الحكومة اللبنانية الالتزام بواجباتها وإجراء تحقيق فعلي مستقل وشفاف، كما طلبت المنظمة الجيش بنشر نتائج التحقيقات وإجراءات المحاسبة بما يشمل المسؤولية الجرمية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.